السلام عليكم الخوت والخواتات، مرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. هاد العود هذا اللي قدامكم عنده 8 سنين لوريقات بيديغري، ها هو قدامكم المرقد اسفي. بالنسبه للثمن عاطين فيه 5 ديال المليون، اللي بغاه مرحبا يتواصل على الرقم والله يسر لكل واحد. هانتوما كتشوفوا العود قدامكم، او كتشوفوا الوقفه تبارك الله، اللهم يبارك، اللي بغى الله يسر ليه. وحنا ما تنساوناش كذلك الخوت من البارطاج واللايك باش نكبروا القناه وتكونوا كذلك مشكورين. واللي وصل ليه مثلا اي فيديو كيحطه في التافلوك ما فيه باس الا شافوا، باش هكا كنكونوا تعاونتوا معنا وتفرحونا والله يسر لكم الامور وتشجعونا باش نبقاو ان شاء الله. والله يحفظكم الخوت والخواتات، وبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم، وديروا لنا لايكات وخليو تعاليق باش هكا تشجعونا وتحفزونا. الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم.